حدائق أحياء مدينة الرقة باتت مكانا للمقابر الجماعية والتي تكتشف يوما بعد يوم، فتنظيم الدولة خلف وراءه عشرات المقابر ضمت الآلاف من الجثث. آخر هذه المقابر التي تم اكتشافها وهي الأكبر من نوعها هنا في حديقة الحيوانات عن طريق فريق الاستجابة الأولية التابع للإدارة الذاتية. تم إبلاغ عن هذه المقبرة عن طريق الأهالي في حديقة الحيوان. يوميا ننتشل أكثر من 20 أو 25 جثة ويتم دفنها في مقبرة شرقي الرقة. الفريق ذكر أن الكثير من الجثث المدفونة لا تزال تحت أنقاض المنازل وفي أماكن لم يتم التعرف عليها بعد، إلا أن العمل ما زال متواصلا لانتشال البقية. غالبية الجثث التي انتشلت تعود لمدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، والذين قضوا جراء المعارك التي دارت في المدينة في فترة خضوعها لسيطرة تنظيم الدولة. طبعا احصائيات الجثث المستخرجة تجاوز 1400 جثة، 1100 جثة مجهولة الهوية و300 جثة معلومة الهوية ومسلمة لأهلها بمحاضر رسمية. أما بالنسبة للمواقع عملنا، مواقع عملنا منتشرة على أربع، فريقنا مقسوم إلى أربع فرق، يعني ثلاث فرق في يعمل فيه الأبنية وفريق واحد يعمل فيه المقابر الجماعية. طبعا المقابر الجماعية هي من أكبر المواقع التي توجه إليها فريقنا نظرا لعدد الجثث المدفونة فيها. الحصار الذي فرض على المدينة دفع التنظيم إلى دفن قتلاه وقتل المدنيين في هذه المقابر، فعمليات انتشال الجثث بدأت بشكل فعلي في بداية العام الجاري بعد تخوف كبير دفع منظمات المجتمع المدني بمن فيهم منظمة Human Rights Watch إلى دعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية على فتح المقابر الجماعية والتعرف إلى أصحاب الرفات الآلاف. فهل لا زالت هذه المدينة تتربع على المزيد من جثث الموتى؟